واش يعقل ان الطفل تيقرا 1800 ساعه باللغه الفرنسيه وما تقدرش يدير جمله باللغه الفرنسيه من بعد ما يوصل البكالوريا؟ اذن هذه المشكل ديال المناهج ديال التعليم، المناهج البيداغوجيه ديال المردوديه ديال التعليم. وثانيا ما يمكنش نعتبروا بان اللغه العربيه هي اللي تتؤدي الى التطرف، بل بالعكس التمكن من اللغه العربيه هي التمكن من الدين، هي التمكن تجاوز التطرف. واليوم في فرنسا الوزير ديال التعليم تاكد على ضروره تعليم اللغه العربيه في فرنسا باش يمكن نتجاوزوا. حنا راه تيجينا التطرف من الخارج، من المغاربه القاطنين بالخارج البعض منهم، لان ما متمكنينش بالدين ديالهم، ما متمكنينش بالقيم ديالهم، ما تعطاتهمش الفرصه باش يتعلموا اللغه العربيه. هذا هو الاشكال الحقيقي. وبالتالي اليوم باش نختم، انه تنقولوا اليوم بان هذا الامر ينبغي ان يكون هنالك توافق انطلاقا من القدره على التطبيق، انطلاقا من القدره والامكانيات، وفي اطار ما جاء به الدستور. الدستور يقول بان ضروره تحسين اللغه العربيه، يقول ضروره تعزيز اللغه العربيه، يقول انه ضروره تطوير اللغه العربيه. باش نختم، كذلك الدستور يقول بان الامازيغيه لغه رسميه وينبغي انخراطها وتطويرها في التعليم. والدستور يقول كذلك، وهذا شيء جديد، بان اللغات الاجنبيه الاكثر تداولا ينبغي ان يكون هنالك التمكن منهم من اجل انخراط في المجتمع ديال المعرفه. اذا اليوم ضروري اننا نصيبوا الصيغه اللي غتمكننا من احترام الدستور. بالنسبه للمجانيه راه يمكن نعتبروا بان الحزب الاستقلال اللي دافع واكد بان احنا ضد المس بالمجانيه، وقال بان علاش قلنا ضد المجانيه؟ كاين جاوا تيقولوا لنا البعض انتم ضد ان الميسورين يخلصوا، حنا ما قلناش هذا الشيء. حنا تنعتبروا بان اليوم واش الميسور تيمشي القطاع العمومي؟ واش الناس اللي عندهم الامكانيات اليوم؟ عندنا التعليم طبقي في بلادنا، خصنا نتجاوزوا هذا البعد، وخص يكون التمازج الاجتماعي في بلادنا. ولذلك اليوم يمكن نعتبروا بان الحكومه جاوبت اخيرا مع وقع توافق اننا ما يكون اي مس بالمجاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.